علشان مراقبهم يعني. متابعينا الكرام، مساء الخير عليكم، اهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان. برحب بيكم في لايف جديد، لايف متاخر، ولكن يعني متابعينا الكرام زي ما حضراتكم تابعتم معانا الحدث الصعب عقلنا يتخيله. الام اللي انهت حياه ابنها ما استكفتش بكده، ولكن للاسف الشديد قطعته لقطع، وكمان الاقاويل الاوليه كانت بتقول ان هي طبخته واكلت منه. الحقيقه ومفاجآت حصريه هنعرفها حالا بعد تحقيقات مستمره 48 ساعه وما زالت مستمره من سياده المستشار الاستاذ سمير المحامي والد المجني عليه، وهيقول لنا ايه اللي حصل في النيابه لحد الان، والتحقيقات مستمره ليه لحد الان. اهلا بيك يا فندم، مرحب بيك. اهلا بيك وسهلا. اهلا وسهلا. قول لنا. اهلا وسهلا. يعني ظبطوا مع بعض بقى. تمام، اتفضل. يعني قول لنا سؤالك ايه، عايزه تعرفي ايه؟ اولا الحادثه البشعه دي احنا يمكن اول مره نسمعها، حتى في المسلسلات الدراميه او الاجراميه والافلام عمرنا ما سمعنا حاجه زي دي يا استاذ سامي. هو الصراحه برضك انا بقالي 30 سنه محامي، ومحامي في محاكم الجنايات، برضك ما سمعتش ولا شفت. تمام. ولا اعتقد ان انا في باقي حياتي هسمع واشوف. بس التحقيقات الاوليه لغايه دلوقتي بصراحه وبمنتهى الشفافيه ان دي وقعت قتل فريده من نوعها. والمفاجآت انا كنت اتمنى من الله ان هي الاقي في التحقيقات ان هي تطلع مريضه نفسيا عشان اسري، عشان اعرف اكل، عشان اعرف اعيش. انما من الواضح ان هي مش مريضه نفسيا، يعني حتى النيابة ترجح ذلك. بيان النائب العام يمكن قريتوه او ما قريتوش، قال ان ترجيحا ان هي مش مريضة نفسية. الام استندت عليه، برافو عليك، استندت على اقوالها ان هي اقوالها رزينة، تعلم ما تقوله. عملوا لها كذا سؤال وكذا حوار وهي تعلم ما تقول. انما اللي انا كنت خايف منه حاجة واحدة بس، هي ازاي قتلته. عايزين نعرف بقى يعني ازاي قتلته، ازاي يعني الطفل اللي 5 سنين ذبحته وهو صاحي؟ مش ده السؤال اللي هيدور في كل واحد فيه؟ اكيد اتعذب، حس بألم، حس بألم. طب عيط، طب بكى، طب ام بتنظر في 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 عينين طفلها وهي بيموت. للاسف الشديد انا كنت اتمنى ان هو كان نايم، كنت اتمنى ان هو يكون نايم، كنت اتمنى ان هو يكون مخدر، كنت أتمنى. إنما من واقع التحقيقات الأولية إن هذه السيدة قامت بضرب نجلها بإيد فاس، أنا ما أعرفش أنتوا تفهموا إيد فاس ولا خشبة كبيرة، يعني يا الله. خشبة كبيرة على حد قولها، على حد قولها في دي اعترافاتها النصية، على حد قولها في في التحقيقات الأولية. تمام. لأن لسه التحقيقات ما خلصتش، يمكن إحنا لسه جايين من التحقيقات. أكيد. ولما سقط برضك على حد قولها او على حد تعبيرها ان هو كان لسه في الروح، وقامت بذبحه وتقطيعه اربا اربا وتكسير عظامه، وقامت بطهي راسه وسلخها لتضييع معالمها، انتقاما على حد قولها من الاب، او ان هي كانت متغاظه. وقامت يعني الابشع من كده ان هي بتقول ان انا سلقت من نوكن. يعني هي لما ضربته بالفيس كان قصدها ان كان دي ايد خشب، لا كان على حد، قولها وعلى حد اللي موجود في التحقيقات ان هي قصدها تقتله، قصدها عمد تريح وتستريح، على حد برضه قولها ان يعني هي عايزه تريح وتستريح. قالتها صريحه يا فندم في التحقيقات، انا حبيت ان انا التحقيقات الاوليه وارتاح. التحقيقات يعني طيب ايه موضوع الشوربه يا فندم؟ يعني ما هو انا قلت، انا قلت لك ان هي خدت اجزاء منه وحطتها في ميه وغلتها وطلعت منها بعض الاجزاء واكلتها. اكلتها فعلا يا فندم؟ هي بتقول انا مش عارف، انا مش كنت معاها، بس هي قالت كده. وهي بتتكلم يا فندم وبتعترف، واضح عليها ان هي اللي انا دي وجهه متأمنة. نظري انا، دي وجهه نظري انا، مش وجهه نظر الطب ووجهه نظر التحقيقات. لسه في تحقيقات، ولسه في نيابه عامه بتحقق، ولسه في شرطه بتبحث، ولسه في قضاء هيقول. من وجهه نظري انا ان هي قواها العقليه سليمه 100%. وجهه نظري انا موقف خالص اطلاقا. انتوا فاهمين وجهه نظري لما انا اقول لكم وجهه نظر شخصي انا؟ ايوه تمام. لكن دي مش من ثباتها قدام النيابه العامه. احنا بنؤكد عن مثال حضرتك ان ما زالت التحقيقات ما انتهتش ومستمره لسه اكثر من 48 ساعه في تحقيقات. نعم.
موقف الاب يا فندم اللي كلنا بنتساءل فين الاب من كل اللي حصل ده؟ يمكن الاب لسه في تحقيقات النيابه، ما زال اتفاجئ باللي حصل، قال ايه؟ ما يعرفش هو الاب. الاب يوم الواقعه الخميس بالليل حوالي الساعه 10:30 على ما اعتقد، حد اتصل عليه وقال له ابنك مخبوط او عامل حادثه او عيان، تعالى اكشف عليه. ولما راح وصل البيت اللي هي طليقته ديت، اتفاجئ ان هو بيقول له ابنك ميت. حب يدخل، لا المباحث سيطرت عليه عشان ما يشوفش المنظر، وخدته وقعد في المركز اليومين، ما شافش حتى الدفنه. عاوزين نعرف الاب منهار في حاله من الصدمه، الاب لغايه دلوقتي مش في وعيه يعني، لسه هو في تحقيقات النيابه. يمكن انا لسه نازل من النيابه، لسه ما خلصتش تحقيق، مش ممكن. من الحاجات قطعت جسده، انا شخصيا مش ملتزم. قطعت جسده كم قطعه؟ والله يقال على حسب التحقيقات يعني 9 قطع، يقال 9 قطع. هو قال دي الاوليه. طب هل ايه معاها قبل في الوقت اللي هم كانوا متجوزين فيه؟ معاملتهم مع بعض كانت عامله ازاي؟ السؤال ايه تاني؟ ما بعد اذن حضرتك السؤال في امام النيابه العامه وهي بتساله، هو قال معاملته كانت عامله معاها ازاي وهم يعني عايشين؟ بص، هو قال يمكن لسه في تحقيقات، قال المعامله عاديه جدا لغايه ما هي قررت، متزنه جدا وعايش باضطرابات نفسيه على كلامه هو قطعا اللي هو عايش معاها، قال ما عانتش من اي اضطرابات نفسيه، وما فيش خلافات الا لما والدها مات وهي حبت تاخد ميراث من والدها وحبت تروح تعيش فيه، يعني ورثت من والدها كام ايراد فحبت تبني فيهم بيت وتاخد جوزها معاها. ده سبب الموضوع، سبب الخلاف. ايوه سبب الخلاف ان هي عايزه تنقل في بلد والدها بعد ما والدها مات، فعايزه تاخد ميراثها من اخوها وتبني فيه بيت، تخلي جوزها يبيع البيت اللي هو فيه بيت ابوه ويروح يبني لها هناك في بيت في ميراثها. في ميراثها. فهو رفض. يسيب اهله. ايوه وتروح في المكان اللي ويروح في المكان اللي اهلها فيه عشان يبني لها بيت مستقل بيها، وهو رفض. لما رفض، لا طب انا هتطلق، وفعلا رفعت عليه خلع وخلعت منه اعتقد من سنه. تمام. على ما اذكر بقى اخذت الولد من خلال القواضي اللي رفعتها عليه. هي الحضانه، بص حبيبه بابا، الحضانه ثابته اساسا للام يعني من غير ما ترفع قضايا، الحضانه في القانون بتاعنا احنا ثابته للام. عاوزين نعرف هل كان في اثناء الانفصال السنه دي كان بيشوف ابنه؟ هو على حد قوله عليه. على حد قوله تحديدا شافه حوالي 3 مرات تقريبا. خده يعني، هو خده خلال السنة. انا عايز واحد واحد عشان اسمع. اتفضل. خلال السنة. انا هجاوبك على فكره. هو على في خلال السنه ديت بيقول انا شفته 3 مرات، واخدته منها مرتين عند البيت وقعد معايا، وكان في نفس اليوم على اخر النهار بوديه لها. يعني كانت العلاقه كويسه بينهم، واضح يا فندم من الكلام، الى حد ما كويسه، ان هو بيروح يشوف ابنه ممكن نعم يرجعه ولا نعم. اذا مفيش هنا خلافات قويه لدرجه ان في يتراكم جواها غل. انا من وجهه نظري مفيش تراكمات تخليها تغل وتقتل لدرجه ان هي تموت ابنها. لا طبعا. انتقاما من الاب. لا طبعا. طب بعض الناس قالوا ان هي كانت عايشه في بيت مهجور. السؤال بقى بتاعتها هي بعد اذن حضرتك. اتفضلي حضرتك خالص. انا سؤالين. السؤال. ايه موضوع الجن اللي بعض الجيران قالوا عنه ان هي كانت دايما تصرخ بسبب انها قعدت لمده 3 سنين جوه بيت مهجور؟ يعني ايه صحه الكلام ده؟ وهل ده ممكن يكون اثر على نفسيتها في انها ترتكب زي الجريمه دي؟ بصي، السؤال ده بالذات لا محل له من الاعراب عندي، عشان الجن او السحر او ان هي لابسها، ما انا ما اعرفش اجاوب عليه. انما انا بتكلم من واقع التحقيقات، من واقع الاوراق، من واقع الثبات الانفعالي، من واقع ما انا شفت في التحقيقات، ان هي مش عندها خلل. انما انا ما اقدرش. واحده من الشهود العيان وجاره المتهمه هي امام النيابه العامه، موضوع ان هي كانت هي ترجح وكانت عندها حب امتلاك لطفلها، كل دي ما كانتش ممكن يكون هو يحطها في اي مكان لوحدها. هي عندها حب امتلاك ده اكيد. تمام. انما الجن او ان هي ملبوسه او ان هي قاعده في بيت، انا ما اقدرش. والشهده تقول اللي هي عايزاه، مجرد توقعات توقعات من الشهده، ان هي بتقول انا متوقعه، وكل واحد بيقول على حسب اللي هو. بالنسبه لصديقتها يا فندم، ممكن نعرف صديقتها قالت ايه؟ ان هي مقربه ليها. مين صديقتها؟ هي جارتها. مش جارتها اللي هي معاها في النيابه النهارده. قالت ايه؟ يعني تعرفها ازاي؟ هي الوحيده اللي تعرف اكتر. هي اللي سمعت الصراخات. هي كل اللي قالته الشاهد، على حسب برضك اللي انا سمعته منها، لان انا ما حضرتش معاها كل تحقيق الشاهده بالذات. هي بتقول ان انا سمعت صريخها، او سمعت ان هي بتعيط، عشان كده اتصلت على عمها واتصلت على امها. وللاسف الشديد ان الام القاتله قالت لا انا ما صرختش، وانا اعي
ان انا اتلى ابني، انا فاهمه ان انا اتلى ابني ولو صرخت الناس تدخل عليا وانا مش عايز حد يدخل عليا وعايزه اداري جثته. ده كان رد الام. اه طبعا. والده المتهمه قالت ايه خلال التحقيقات؟ ما ضفتش جديد عن اللي انا بقوله. طيب احنا عرفنا من جيران المتهمه ان كانت علاقتها بوالدتها مش كويسه برغم ان هم قاعدين في بلد اه واحد، انا الا ان سمعت ما كانش في تعامل ما بينهم في فيش بعض. هي كان بينها وبين اخوها وبين والدتها بعد وفاة ابوها خلاف على الميراث، بدليل ان هي قالت لجوزها انا عايز ابني في ميراث عشان ما ياكلونيش مثلا، عشان ما حدش ياخد ارضي. فهي دي الخلافات اللي انا برضك اعرف هل هي من كانت من متهمة؟ ضمن لغايه دلوقتي في التحقيقات قد تصل الى اكثر من ذلك. هل هي كانت حاجة مهمة جدا؟ هي هتسال سؤال وانا هل هرجع هي لك كانت تاني دايما عشان بتحس مش كل تاخد واحد برضه وقتها. من خلال قولي الأمل؟ السؤال بالراحه وتاني. شوف التصوير انت بص بقى. يا فندم، بعد إذن حضرتك، من خلال كلامك واضح إن هي دايما عندها حتة المؤامرة. أنا حاسة إن ده بكراني، عايزة يعني هل ده فيها مزاج؟ انا اخواتي حاسس بيكرهوني، اخواتي ما بيحبونيش، اذا برضه يعني هل ده حسيته فيها يا فندم؟ وارد، وارد جدا، ان هي دايما حاسه بشكوك من وارد الاخوات. جدا. بس ما اللي انا برضك حسيته اللي انت بتسالي عن وجهة نظر الشخصية تمام، عشان بس مش تتعدى لسه وجهة نظر الحقيقه شخصية. طبعا احنا بنحقق لسه. لسه التحقيقات واللي هتصل ليه هو ده عين الحقيقة. انما رأيي انا ان الوسوسة دي اللي انت بتقوليها ما تصلش بها للمرض النفسي. اكيد مفيش اي مبرر لا، للعمل. ما تصلش بها للمرض النفسي، ما توصلهاش للمرض النفسي اللي يؤدي بيها لارتكاب مثل هذه الكارثة. حضرتك الشهادة اللي استجوبتها النهاردة النيابة اللي هي جارتها وطلعت على صوت صرختها، قالت إن المتهمة ممكن تكون كمان رجحت إن ممكن تكون سبب فعلتها ديت انتقاما من والد الطفل بسبب إن هو حاول كذا مرة إن هو ياخده من وراها أو من غير علمها، وقبل كده من حوالي سنة حاول إن هو يخطفه وراحت جابته. فهل تصرفاتها ده كان برضو انتقاما من الأب لتصرفاته دي؟ هل ردا في صحة الكلام ده؟ ردا على الموضوع، هو اساسا والد الطفل اولا لم يثبت ان هو حاول خطف بامانه، برضك احنا بنقول بامانه لم يثبت ان هو حاول خطف. هو خده 3 مرات وهي عارفه ان هو خده منها، وهي خدته اخر اليوم. انما خطف ما فيش خطف، انما هي قالت انتقاما من جوزي، انا اكلت منه عشان كنت متغاظه، وانتقاما من جوزي قالت كده. قالت نعم. جوزها مفيش قال اي ملامح جوزها الندم ما قالش على عنها وشها اي يا فندم؟ كلام ايجابي لا خالص؟ صراحة. مفيش اي ملامح ندم الإجابة ليك انت خالص الندم؟ لا صراحة. خالص، اللي انا شايفه برضك دي وجهة نظر. مش عندها اي احساس لا بالندم؟ اكيد وجهة نظرك هي الصحيحه لان حضرتك معلش اللي يا حبيبي، شفتها. بصي اتفضل. ما دام احنا لسه في التحقيقات الأولية ولازم اقول دي وجهة نظري من واقع التحقيقات برضك، احنا بنتكلم الى ان نصل الى نهاية التحقيق ساعتها اقول لك ايوه. انما مفيش ندم. خطوه مهمه اكتشاف جدا. الجريمه تم اكتشافها ازاي؟ من عمها. اكتشاف الجريمه كان ده هينفعك برضك السؤال. هو اكتشاف الجريمه للاسف الشديد هو يوم الخميس بالليل الساعه 10 ونص. جارتها بتقول ان انا اتصلت على عمها قلت له ان هناء، ايوه هناء، وابنها سعد المتوفي الى رحمه مولاه ما طلعوش من الصبح، وانا سامع حاجات غريبه في البيت وكده. فعمها قلق او وسوس وراح خبط عليها. فاول مره ما فتحتلوش قالت له انا داخل الحمام بتشطف تقريبا، على حد قولها تحديدا يعني، ومش عارف افتح لك الباب. فرجع وبعد نص ساعه رجع خبط عليها ما ردتش، رجع خبط عليها ما ردتش، رجع خبط عليها ما ردتش، ف 4 مرات. 4 مرات. هو وهو ماشي بيقول انا شفت من الشباك حركه رجليها داخل البيت. إذا حس بحاجة مش طبيعية. ايوه. فقال يا هناء، فراح جاب اخوها وامها على حد قوله، راح جابهم قال لهم هناء جوه مش راضيه تفتح ومن الصبح وما طلعتش وما مش عارف. قالوا لها يا هناء افتحي عشان احنا عارفينك جوه افتحي. المهم حاولوا معاها لغايه ما هناء فتحت الباب. وقال اول ما دخل عمها سالها سؤال واضح، فين سعد اللي هو ابنك؟ قالت له ابني بيلعب بعيد. قال لها لا ابنك مش في حد في الشارع واحنا ما شفناهوش من الصبح ما بيلعبش. قالت له لا بيلعب بعيد. لا طب وسع كده. ودخل عمها على حد قوله بكل منتهى الشفافيه، عمها منتهى الشفافيه قال الكلام. دخل يدور في اوض النوم ما لقاش حد، دور في الصاله ما لقاش حد. فهو بيقول انا لما شفت رجليها بتتحرك جوه بصيت من الشباك، في شباك من الناحيه التانيه طالع ببص على اوضه النوم بتاعتها، فلقيتها بتقفل في الدولاب. لفت نظره قبل ما تفتح الباب. فقال انا بعد ما دورت على الطفل رحت فتحت الدولاب لقيتها حاطه القفل فيه
مش مقفول كامل، القفل مش مقفول كامل، يعني القفل مفتوح ما نقدرش تقفله. فبقول انا فتحت الدولاب فوجئت ان في جردل وعليه هدوم، فشلت الهدوم من على الجردل لقيت جثة الولد متقطع. قال لها انت عملت ايه؟ انا والله كل لما اعيد لما شاف الولد متقطع في الجردل استوعب ان ده طفل. قال لها انت عملت ايه في الولد؟ المستوعب يعني اجزاءه ما هي واضحه، اجزاء طفل يعني كان صوابع الطفل واجزاء الطفل. ما انا بقول لك اذا كان انا وانا بقول لك انا تعبان. فللاسف الشديد قال لها انت عملت ايه في الولد؟ قالت له انا قتلت. طب في سؤال يا فندم، قتلت ازاي؟ قالت له انا قتلته وخلصت عليه، وكان في حله طبعا فيها مصدر جايه من عند النيابه فيها اللي هي متسوي فيها الاجزاء حتى يعني. اما اتصل بالنقطه بعد قد ايه من اكتشاف اجزاء معينه اللي تم تسويتها يا فندم؟ اللي هي ايه؟ ما اعرفش، ما تمش قطع لسه. قطع اللحم من الجسم. طب بالنسبه للراس كلته؟ الراس دي سلختها. سلختها، قالت ان انا سلخت راسه عشان اضيع معالمه واضيع معالمه ودفنت الجلد بتاع راسه وعنت الجلد بتاع راسه في البيت في مكان ما، هي بتقول كده يعني. والنيابه طبعا جابت الكل. سؤال مهم يا فندم، دلوقتي خلال التحقيقات بتاعت النيابه بعد ما سلقتها طبعا الراس، النيابه العامه واجهت المتهمه بوالد المجني عليه خلال التحقيقات ولا لا؟ واجهت مين؟ واجه النيابه العامه خلال التحقيقات واجهت المتهمه بوالد المجني عليه؟ لا طبعا ما تواجهوش لسه لغايه دلوقتي. لسه ما فيش اي مواجهه. لكن هيبقى في مواجهه؟ اكيد طبعا، التحقيقات هتاخد مجراها. طب هل تم التوجه للعم؟ لان تسلسل الكلام من العم ان هو دخل سال على سعد. نعم. طب فين سعد؟ طبيعي لما انا بسال حد قريبي فين ابنك بيلعب مبدئيا ممكن اصدق. ليه هو حس ان سعد ممكن يكون مأذي لدرجه ان انا ادخل ادور عليه؟ هو ده السؤال مهم جدا انا بساله لنفسي. يعني هو اكيد هو حاسس ان في خطوره ما على سعد. وصلوا الاحساس منين يا فندم؟ وصلوا، ما اعرفش وصلوا فين، بس اكيد وصلوا، وصل اخوها، وصلوا امها، قالوا عليها على حد قوله بيقول عشان هم ما طلعوش من اليوم كامل. اليوم كامل، وبعدين للاسف هي مش قتلت يوم الخميس. قتلته امتى يا فندم؟ هي قتلته يوم الاربع بعد العشاء. الاربع بعد العشاء قبل اكتشاف الواقع بيوم. طب طبيعي ان الام والاخ اللي اخوها يقعدوا يوم كامل او اكتر من يوم؟ مش طبيعي طبعا ان هم ما يشوفوهاش. في خلل طبعا، في خلل. اذا ما فيش ترابط اسري بينهم؟ ما فيش طبعا، ما فيش، بدليل ان هم كانوا مختلفين عن بعض. المتهمه صمت عمها على انه ما بلغش الشرطه وقت ما عرفت ان هو. لا هو ما حدش قال كده، ما فيش، ما وردنيش كده. بلغ الشرطه بعد قد ايه من اكتشاف الواقع؟ هو بلغ شرطه وهو واقف على الجردل وكانوا متودين على الفور. طبعا احنا بنشكرهم. طبعا مشكورين. اثناء رد فعل والدتها كانت ايه؟ ما حدش قال رد فعل والدتها. هي والدتها مش كانت عمها واخد والدتها ورايحين البيت؟ بس بيقولوا اللي دخل عمها يعني والدتها واخوها ما وقفوا فاضلين بره الباب. فضلوا بره البيت لما واجهوها يا فندم في وقتها اللي اتصدق اللي دور واللي وصل عمها. لما واجهوها يا فندم طبيعي ان هي تنهار تحاول، عملت ايه يعني؟ لا على حد قولهم جميعا بيقولوا عادي يعني، قالت انا قتلت. بتتكلم عادي بطريقه عاديه خالص؟ للاسف الشديد بدات تسرد لهم ازاي؟ هو الخطير والعجيب في الموضوع ده ان هي بتسرد. عايزين جداً. سؤال مهم جدا يا فندم، الاسلحه والادوات. بس اخر سؤال. طيب اخر سؤال. اخر سؤال، الاسلحه والادوات اللي استخدمتها القتل؟ الخشبه والسكين والفاس والشطور. والفاس هي الخشبه دي عباره عن ايد فاس على حد قول المتهم. ايد انت مش عارفه ايد فاس؟ الايد الفاس مش عارفه الفاس. احنا بنمسك مش الحديده؟ لا ايد الفاس. يعني الخشبه اللي هي في الاخر دي. تمام، يعني خبطته طيب. الاول ثلاث مرات. معلش مرات لحد ما مات. بدات للاسف يا ريته مات، هي على حد قولها بتقول كان لسه في الروح. يا لهوي. طب في سؤال. يا لهوي خالص. انا بعتذر يا فندم، بعتذر، بس الناس كلها تسال السؤال. يا لهوي خالص. بس اخر سؤال، يتوسل اليها ولا ارحميني او ما انت كده بتتعبيني. انا والله ما مالك، ما انا مش عارف برضك. السؤال ده احنا كلنا سالناه في نفوسنا وبندعي ربنا ان هو ما يكون. بس هي قالت انا خبطته وهو موجود واقف قدامي. يبقى قال ايه؟ ثلاث مرات. يبقى قال ايه يعني؟ اكيد استنج يعني. طيب قال ايه بقى؟ حضرتك قال لها ايه؟ قال كلمات اللي قالها الطفل. لا ما حدش قال الكلمات اللي قالها الطفل. ما حدش عارف قال ايه الكلمات اللي ما حدش والله انا ما اعرف قال ايه. بس شوف كان بيعيط. كان السؤال ده اتسال يا فندم واحد بيدبح، مش عيل طفل بيدبح. طب
طب احنا عارفين ان حضرتك متأثر جدا، حسبي ان الله ونعم قضية الوكيل. كبيرة جدا وقوية جدا وصعبة علينا نتحملها، احنا طب بنعتذر انا اعمل نتقدم ايه؟ لكن اوكي تفاصيلها صعبة. ولكن اكيد السؤال ده اتسأل لها، هل هي جاوبت عليه وقالت فعلا ان هو بدأ يترجاه وشافته بتعذب ما ابنها؟ قالتش كده، قالت انا خبطت ثلاث خبطات وقع على الارض ودمه سال، بس وكان في الروح، وانا اخذته وشدته على الحمام وذبحته يا حبيبي وسلخته يا حبيبي، وقطعته وفصلت عظمه عن جسمه. اقول لك حاجات كتيره كده توجعك وتوجع الناس. ليه؟ يعني الناس الولد اتشفى من عظمه من لحمه واتطبخ واتاكل منه جزء وراسه اتشفى اتسلخ اتشفى. اتشفى اتشفى اه اتشفى، ده سبب ان الجيران لما دخلت شافته قالوا احنا كنا حاسين ان احنا بنشوف لحمة اضحية قدامنا. ايوه طب متشفى ليه متشفى. ليه كل ده يا والعظم فندم؟ كان فين ليه يا فندم؟ دفنته؟ ليه لا، بتعمل فيه كان كل موجود ده؟ في الجردل. حسبي يعني الله ليه ونعم بتعمل الوكيل، فيه كل ده يا فندم؟ عشان حسبي احنا الله في اخر الزمان بقى خلاص. لا يعني معلش هنختم مع ما فيش حضرتك. اصل ليه دي، ما حد مش لا لسه فيه بعدين ليه. خليك مع طب حضرتك انا عايز تاني، اجاوبك، انا عايز انت اجاوبك، بتدافع عايز ايه؟ اجاوبك. ما فيش دافع. حتى لو هتنتقم من الاب يا بنتي هتقتله، ما تقتل الاب والاب يقتل طب الام. قالت عملت كده ليه؟ انا عايز تريحه وتستريح. انا كنت تعبت منكم ردها على كان فكره. ردها او السبب كان ان هي عايزه تريحها وتستريح؟ ما على قالتش حد حاجه تانيه؟ قولها ما حاولتش تبين ندم وندمانه وقالت انا ندمانه على تريح اللي عملته؟ وتستريح من ايه؟ ولن تندم ولن تندم، ولن تريح تندم. وتستريح من ايه؟ انا بشكرك انا بعتذر، احنا بنعتذر يا فندم. هي بتقول عايزه تريح ان شاء وتستريح، الله ان شاء هنستكمل الله نكمل معاكم، كلامنا بعدين هنستكمل ان شاء معاكم الله. بعدين. احنا الله بنشكرك انا جدا تعبان جدا، لسه جاي من بتقول تعيرس عايزه تريح وعينيا، وتستريح وتتمنى والله ما انا وتستريح. شايفكم شكرا والله. يا فندم، بشكرك يا سياده المستشار، اتفضلي. بنشكرك شكرا جدا. طبعا يعني احنا بنشكر سيده المستشار اللي اجهدناه، لان اكتر من 48 ساعه في التحقيقات مع الاب ومع الام ومع اسره الام، تفاصيل صعبه جدا. سمعنا تفاصيل من سياده المستشار اللي تاثيرها باين على ملامحه وعيونه، عيونه دمعت وهو بيحكي، مش قادر قلبه يكمل الكلام او يحكي يعني بالتفصيل. احنا ضغطنا عليه حرفيا وبنعتذر له، وهو بيقول ان الام خبطته ثلاث خبطات على راسه بايد الفاس الخشبيه وسحبته على الحمام، شفته وقطعت قطعت جسمه وشفته وطلع لحم وسوت وعملوا الشوربه منه، حكايه ولا في الخيال، لله الامر من قبل ومن بعد. متابعين معاكم ان شاء الله التفاصيل، وهنكون معاكم بعد قليل مع الاب. بشكركم والى اللقاء.